شكري الوعر، اسم يعيدك لحقبة زمنية تهاطلت فيها الألقاب على حديقة حسان بالخوجة. شكري الوعر هو وعر في تدخلاته الرشيقة، وعر في نظراته المحطمة لهواة الشباك. من مواليد 15 أوت 1966 شكري الوعر ينحت التاريخ حافل بالألقاب، وفاء في المسيرة الرياضية لناديه الترجي الرياضي. في 9 أوت 1990 شكري الوعر يلتحق بالمنتخب الوطني، 97 لقاء دولي الوعر يضيف فقرة في أرشيف الفيفا كأكثر حارس تونسي شارك مع المنتخب. كأس العالم 1998 مجلة فرانس فوتبول تختار الوعر كأفضل حارس في الدور الأول. تسعة بطولات مع الترجي، 3 كؤوس، 7 ألقاب قارية، 4 مشاركات في الكان، منها نهائي 96 في جنوب أفريقيا. دوليا شكري الوعر يودع الشباك مع المنتخب في 27 مارس 2002 بعد مواجهة النرويج. في 20 أفريل 2002 أسد شباك الترجي والمنتخب، يفتح عارين الشباك ويقرر الاعتزال. تحية تكمل الصحة، شكرا لكم. تحية من جماهير السياسية شكري الوعر، ارجع بك التاريخ شوية شكري. اليوم الفيتير هذية اهداء بطبيعة الحال من أسرة فريق لك أنت. بارك الله فيكم. باش نحكي معك شي هشام، شكري يظهر لي قبل ما تعبكش في مسيرته الرياضية. الحقيقة الحمد لله تقريبا في حدود 30 مباراة، ولكن العلاقة طيبة والحمد لله، سواء كان على الميدان ولا خارج الميدان. الحمد لله. احترام متبادل أكيد.